اهلا بكم في قناه ليلي كيتشن للطبخ. النهارده هعمل لكم صينيه سمك فيليه بالخضار في الفرن، هتكون ان شاء الله سهله وبسيطه. يلا نبدا مع بعض ونقول المكونات. المكونات عباره عن بطاطس، فلفل الوان، بصل، طماطم، بهارات، ثوم مفروم، جزر مبشور، سمك فيليه وزيت. يلا نبدا مع بعض. هنقطع طبعا البصل، هنقطع البصل زي ما شايفين كده، هنقطعه لحلقات. حلقات هتكون ان شاء الله رفيعه زي ما انتوا شايفين كده. تمام، برضو نفس الكلام، هنقطع الطماطم برضو لحلقات رفيعة شوية. هتكون كلها بالشكل ده والثوم كده. برضو هنخلص تقطيع الطماطم. طبعا هنقطع البطاطس شرايح برضو رفيعة علشان لما تستوي بسرعة. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ده السمك بتاعها. وطبعا هنبتدي ان احنا نقطع مع بعض الفلفل الالوان، برضو هتبقى نفس السمك، برضو حاجه رفيعه علشان الخضار كله هيستوي معانا، بس مش هنحتاج كتير. زي ما انتم شايفين كده فلفل الالوان هيكون احمر واصفر طبعا اخضر. هنعمل بس ده عشان نقطع. دلوقتي طبعا احنا هنجيب بولة وهنحط فيها كل الخضار بتاعنا. هنحط البطاطس وهنحط الفلفل الالوان بتاعنا وهنحط طبعا البصل. زي ما حضراتكم شايفين انا بعمل ايه في خطواتي. دي هتكون اسهل وابسط صينية سمك بالخضار. طبعا احنا هنحط دلوقتي برضو الطماطم مع بعض.
طبعا هنحط التوم المفروم، خلي بس شوية دلوقتي على جنب. طبعا انا البهارات بتاعتي بهارات السمك، هنحتاج كزبرة ناشفة، هنحتاج بابريكا، هنحتاج كمون، هنحتاج توم باودر، ملح وفلفل اسود، وهنحتاج كركم، وهنحتاج شوية حبهان. وهنحتاج طبعا جزر مبشور. طبعا هنقلب كل المكونات مع بعض. طبعا عايزين حاجة مهمة برضو، مننساش الزيت. ملح كده، وهنحط رشة كمون، وهنحاول ان احنا نتبله طبعا. برضو هنحط رشة ملح، وبرضو رشة كمون. واحنا كنا سايبين شوية ثوم، ثوم مفروم معي. بحط له بس على الوش كده رشة زيت بسيطة خالص. طبعا احنا جبنا خويل، خويل وورق زبدة عشان بس وهنحطها ونغلفهم كويس.